كابتن حسن 50 سنه من العطاء في النادي الاهلي، احنا هنبدا معاك. انت اصل في محطات للكابتن حسن حمدي، في محطات كتيره جدا هتوقف عندها. هنبدا الكابتن حسن حمدي بدايه مشوارك مع الكوره. احنا فينا ناس، بعض الناس لعبت كوره زمان، كنا بنلعب في الشارع وساعات اللي كان بيلعب في ملاعب صغيره والكلام ده كله. انت بدات حياتك الكرويه ازاي يا كابتن حسن؟ فكرت ازاي انك تلعب كوره وتبقى لعيب كوره؟ انا من مواليد حي الرضا في القاهره يعني، وكنا انت بتتكلم دلوقتي فوق 70 سنه ولا حاجه زي كده. في ذلك الوقت مثلا كان سن 10 سنين او حاجه كده، كنا بننزل نلعب في الشارع. لعبت كوره في الشارع يا كابتن؟ طبعا. الكوره كانت بتاعه التنس دي اللي هي الكوره بتاعه التنس الصغيره دي. ما بيقول لك في مثل يقول لك اللي ما لعبش كوره في الشارع مش ما لعبش كوره خالص. فابتدينا فيها، وبعدين حظي كويس ان انا رحت النادي الاهلي وانا صغير برضو يعني. رحت النادي الاهلي كان تقريبا 10 11 سنه سني، فابتديت اشتغل اتدرب تحت 10 سنين ولا انا متخني الذاكره 10 ولا 12 سنه. بس كان معايا بقى مين؟ كان معايا احسن مدرب في العالم في ذلك الوقت، او يعني من احسن مدربين العالم، كان ماسك الفريق الاول في النادي الاهلي ومسك الناشئين الصغيرين، كان بروشيتش. كان انا كان بجد الساعه 8 الصبحيه كان تلاقيه قبلينا واقف في الملعب واحنا عيال اولاد صغيرين خالص. كنت بتقول الساعه 8 الصبحيه وتروح النادي الاهلي؟ اروح النادي. فكنت بنزل من بيتي اخد المترو انا فاكر، اوصل النادي، اعدي كوبري الجلاء واوصل النادي، وكنا ببتدي هناك 8 يعني. كنت ابقى مثلا 7:30 لازم ابقى احط اللبس. فابتدينا مع كنت بتنام بدري يا كابتن؟ طول عمري بنام بدري. بنام بدري. فابتديت من هنا، ابتديت كده. كان الله يرحمه اخويا، كان عادي اسمه عادل الحمدي الله يرحمه، كان بيلعب في فريق 20 سنه او 21 سنه، لعب في فريق 20 سنه في النادي الاهلي. بس ما كملش المشوار، فهو اللي كان همزه الوصل بيني وبين النادي. هو اللي ادالك بدايه الطريق. ايوه بدايه الطريق، ان هو اداني النادي، وكان الله يرحمه اول مدرب الكابتن مصطفى حسين، ان انتقلني الزكيه برضه. فابتديت حياتي كده، ابتديت العب تحت كذا. بس كان بروشيتش بقى مسته ان كان بيعلمك الاداء صح في الكوره يعني، كان بتدينا ازاي تباصي الكوره، ازاي اما انت بتوصي مبادئ الكوره بقى، حركه جسمك ازاي. يعني ده فن كبير، تكنيك. ما بيجيش كده اللهوي. طبعا طبعا خد بالك ازاي، يعني ازاي تباصي الكوره، ازاي يبقى جسمك محطوط، ازاي ركبتك، اسس بتاعت الكوره كلها. اسس الكوره دي كان حظي كويس انا والمجموعه اللي كنا موجودين في. تفتكر حد من المجموعه اللي كانت معاك يا كابتن؟ في كابتن هاني مصطفى، وكان في هاني طبعا، هاني اكبر مني. يعني شريف مدكور، وكان في صلاح حسني. ايوه برافو عليك، شريف وصلاح حسني. بس الجيل ده بقى جه بعديه. جه بعديك. يعني انا يعني هم كانوا اكبر مني متهيألي سنه او حاجه كده، كان فرق سنه واحده بس حاجه كده يعني.